هو بصراحة يعني خلينا نقول يعني الصح ان هو كسب احترامنا الاول، وبعدين واضح ان هو كوتش كويس بصراحة في ادارته في شكله بالزبط. يعني وتقيل جدا، واضح يعني ان هو مدرب بيبص بصة كبيرة، عارف ان بيمرن فريق كبير وهدفه البطولة مش ثلاث نقاط بتاع النهارده. تغيير، ما احنا التغيير مثمر، التغيير النهارده ميدو جابر جاب لك بينالتي ومسلم محارب سجل هدف، يبقى الاثنين اتغيروا بهدفين بالزبط. يبقى الراجل عمل يعني غير وسط الملعب اليمين وسط الملعب مش اجاييه، وخرج وليد سليمان من خد بالك اللي هو تحت راس حرب لان نظره كويسه والاثنين كانوا بعاد. برضو معلول خلي بالك احنا كنا برضو كان في اجماع ان مش ده معلول اللي نعرفه، لقينا الراجل غيره زي ما يكون بيقرا افكارنا. فبالنسبه للمدير الفني يعني في اول ماتش في اول مباراه نجح بصراحه، كمان يعني نجح شجاعته ان هو يلاعب كوليبالي. اه طبعا هو كوليبالي هو جايبه عشان يلعب لان هو الراجل عنده نظره وعارفه، عارف قيمته كويس جدا، بيثق فيه كويس جدا، عارف معلش ان احنا يعني عانينا في الحته دي كتير جدا، خلينا واقعيين، واحنا كنا محتاجين احنا نفسنا كان نفسنا من اول الموسم كنا متخوفين ان النادي ما يتعاقدش في هذا المركز يا ميدو، خليك واقعي صح، وكنا نقول يا رب بالزبط. القلب ده مع احترامي طبعا للناس اللي موجوده نجيب وسعد واصابه رامي وايمن اشرف، لكن كنا محتاجين فعلا واحد، والحمد لله ان جالنا واحد اعتقد ان شاء الله كسب احترام الناس وبدا موفقه جدا جدا، واضح ان هو ما شاء الله يعني طويل وكويس وجاهز وثقته في نفسه وحاجة جميلة جدا، ربنا يوفقه يا رب إن شاء الله تعالى. فأنا بالنسبة لوجهة نظري في المدرب أنه نجح بفضل الله تعالى بامتياز في أول مباراة له مع النادي الأهلي ومع جمهور النادي الأهلي ومع إدارة النادي.